النهارده دخلنا في كلام بقيت عامل زي الكسل. اتفضل. أهلا بيك. النهارده العرض خاص عايزين نتكلم عن كواليس كواليس الشغل ده. كواليس زي الفل. احنا اتعاملنا زمان انا والاستاذ شريف منير، علاقتنا حلوه جدا مع بعض، وكانت فرصه ان احنا نتقابل تاني بعد سنين واحنا عندنا خبره وعندنا جمهور وعندنا فرص كويسه، والحمد لله ان احنا استغلناها كويس مع بعض. ايه طبيعة دور عمر في الفيلم ده اللي انا مش بسلم على العمى، انه شخص متنوع، حياته المهنيه يعني هو بيزنس مان وفي نفس الوقت هو موسيقي وفي نفس الوقت يعني. طب انت عايزها تعمل ايه؟ اصل هي يعني هي عايزه توصل لغايه فين مثلا؟ طب انا اعمل ايه؟ اكبر تحدي في الفيلم ده هو الفترات اللي هي مشكلته مع المرض ومشكلته مع الاخطاء اللي هو وقع فيها في حياته وازاي يرجع يحاول يصلحها. هي نفس الحاجات دي، ان هي تجربه الواحد في حياته بتقول ان هو بيعمل اخطاء كتير وازاي الاخطاء دي يحاول ان هو بعد كده يعني يعيش معاها ويصلحها ان امكن، بس المهم ما يبقاش الوقت جري. كل سنه وانتم طيبين.